بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا الليلة دي زي ما عرفته بعنوان بكرة تشوف. في ناس اعتبرت العنوان ده مستفز، يعني كأننا بنتوعد الناس، وفي ناس اعتبرته أمل، يعني حاجة كويسة بكرة تشوف. والحقيقة هو يحتمل المعنيين، لأن الفكرة اللي عاوزين نركز عليها النهاردة إنه في تربية أولادنا بالذات إحنا نقدر نعرف اللي هيحصل بكرة ولو بشكل يعني مش تنبؤ إنما توقع، لأنه اللي أنا بزرعه النهاردة هلاقيه بكرة. يمكن أكتر ناس فهموا الكلام ده للأسف اللي بعد سنين طويلة بيقولوا يا ريتنا عملنا كذا أو كذا مع أولادنا. دول اللي يفهموا يعني إيه بكرة تشوف دي، لأنه ممكن يلاقي ابنه بعيد عنكم مثلا دخل في سكة إدمان أو انحراف زيادة، فيقول أكيد أنا لو من 10 سنين أو من 15 سنة كنت اديته حب أكتر، كنت وديته وقت أطول، كنت ركزت معاه أكتر، كنت عطلته عن أصدقاء السوء، ما كانش حصل له اللي حصل. وطبعا ممكن واحد تاني يشوف أولاده ناجحين جدا ومراكز حلوة وخدام زي الفل، فبرضه يفتكر انه لما كانوا اطفال شوية التعب اللي تعبوا عشان يدخلهم مدارس الاحد ويحطوهم في الكنيسة ويعملهم شمامسة ويبقوا عاوزين ما يكسلوا، هو يصر يحس انه يعني يبتسم كده ويحس انه كويس انه تعب، لانه لولا التعب ده ما كانش شاف اولاده في المستوى ده. فده موضوعنا ببساطة، ازاي الواحد النهاردة اللي بيعمله مع اولاده هيشوف نتيجته بكرة، إن كان نتيجة حلوة أو نتيجة مش حلوة. اللي بيزرعه الإنسان في أولاده هو اللي هيشوفه. أقولكم معايا الأول بنص قاله معلمنا بولس الرسول كخادم، وينفع على أي خدمة، لكن احنا هناخد المرة دي على التربية. في كورنثوس الأولى 3 كان في الأزمة بتاعت بولس وأبولس وحكاية الأحزاب دي، وفي ناس ماشية كده وفي ناس ماشية مع الفريق ده، وقال لهم انتوا بتفكروا بطريقة غلط. وبعدين قال لهم بصوا افهموا الخدمة صح، حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه. يعني قال أنا شغلتي زي البنا، في أساس اتحط وبعدين بنبني فوق منه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. يعني ما كل عامل بيبني، البنائين دول ممكن واحد يبني بذمة واحد ما يبنيش بذمة، وإيه نوع المادة اللي بتبني بيها كمان. فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع. يعني هو مش بيناقش دلوقتي الأساس الأساسي اللي هو حجر الزاوية اللي هو ربنا يسوع أو الإيمان نفسه، لكن يا ترى فوق العقيدة دي أو الإيمان ده شكل الحياة إيه. يقول لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. يبقى ربنا يسوع ده حجر الزاوية أو ده الأساس، ولكن فوق هذا الأساس يعني كلنا لنا عقيدة أرثوذكسية واحدة، إيمان بالمسيح له المجد مخلصنا وربنا. طيب فوق الأساس ده، الحقيقة مش كلنا زي بعض، إن كانت العقيدة واحدة والإيمان واحد الأساس واحد، إنما في فرق بين واحد وواحد في الحياة الروحية. احنا بقى هناخد الكلام ده على التربية. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا، يبقى النوع البنى ده في واحد بيبني ذهب، في واحد بيبني فضة وحجارة كريمة، في واحد بيبني خشب، في واحد بيبني قش أو عشب. عمل كل واحد سيصير ظاهرا، يعني بعد شوية نتيجة العمل هتبان كان ده عمل يعني جميل ولا مش جميل، لأن اليوم سيبينه. اليوم دايما إشارة لليوم الأخير، وأحيانا يكون إشارة إلى الأيام الصعبة، لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقى عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجره. يعني تصور واحد عامل كده يعني مبنى أو شكل كده تمثال من الذهب، ده لو دخل النار محصلوش حاجة، يطلع بيبرق أكتر. حجارة كريمة نفس الكلام،
إنما لو عمل مكات كده من الخشب ولا القش يدخل النار ما يطلعش. فبيقول لما يدخل النار ويطلع ده هياخد أجرة، لكن لو دخل النار وما طلعش إن احترق عمل أحد فسيخسر. كلام منطقي. يبقى نوع البنى أو نوع التعب اللي تعبه الشخص ده هتيجي نار تمتحنه، هل التعب ده كما يجب؟ هل التعب ده هيستمر؟ الكلام ده بقى بيتقال على الخدمة، لأن هنا بولس كان بيتكلم على الخدمة. عاوزين نقوله عن التربية، لأن الحقيقة في ناس بتربي ذهب تربية ذهب، وفي ناس بتربي تربية حجارة كريمة، وفي ناس كتيرة بتربي تربية قش، تربية عشب، تربية خشب. فواضح ان في درجات من التربية المسيحية، وكل دول اساسهم واحد، يعني كلهم مسيحيين، كلهم استلموا اطفالهم انقياء. الحقيقة اي طفل اتولد ما كانش لسه ملوث، يعني غير بس شايل خطية ادم وفي المعمودية بقى يعني مقدس. طب خدته من المعمودية، كلنا خدنا عيالنا من المعمودية مقدسين، عملنا فيهم ايه بقى؟ في واحد خد طفله ده وكبر بيه وطلع منه قديس فعلا، تربية ذهب. وفي واحد خد طفله اللي طلع مقدس من جرن المعمودية واشتغل عليه شغل قش كده، شغل خشب. فلما جت أيام صعبة، جت نار امتحنت هذه التربية، للأسف احترق العمل. يعني أنا هتصور هنا أن النار دي هي الأيام الصعبة أو التحديات الصعبة. لما ابنك يسافر لوحده وهو 18 سنة بعيدة، يمكن بلد أجنبية أو بلد بعيد عن بلده، ويبقى حواليه أصدقاء سوء أو مغريات وشهوات، يا ترى هيعرف يقول لأ للغلط ولا لأ؟ عارف الكلام ده، الموقف ده اللي هو 18 سنة ده بيتحدد هو سنتين وتلات واربعة وخمسة. لو انت بتبني ذهب من زمان هيبقى زي يوسف اللي في الموقف ده يقول لأ وما يقعش، لكن لو بتبني قش لا هيقع. فدي فكرة بكرة تشوف يعني ايه، يعني الطفل بيبقى بيلعب قصادنا ومش مركزين معاه، ومحدش فينا متصور ان الطفل ده هيجيله يوم بعد سنين طويلة قوي يتعرض الى تحديات، وهتعتمد على نوع العمل اللي انت عملته معاه، نوع الخدمة اللي خدمته، نوع التربية اللي جهزته بيها لاستقبال هذه النيران اللي جاي عليه. في واحد مثلا يجي له تحديات مادية في وقت، وبعدين يتعرض عليه رشوة ضخمة جدا ومغرية جدا، أهو الموقف ده وهو 30 سنة في شغله وبيتعرض عليه حاجة حرام، حاجة غلط، وموقف صعب ومغري وحواليه ناس كتيرة بتغلط، عشان يقول لأ الموقف زي كده تعتمد على السنوات الأولى في التربية. لو متربي تربية ذهب مش هيفكر لحظة يفاصل، هيقول لأ بمنتهى القوة. فبكرة تشوف، معنى ايه؟ بكرة هتشوف ايه اللي انت عملته في ولادك بالظبط، يا ترى انت عملت فيهم حاجة ولا لأ. بالمناسبة هنا بيقولوا في علم النفس انه اهم سنين هي اول 10 سنين، وبيقولوا كمان اهم 5 هم الخمسة الاولانيين. وعشان كده كل ما كان الطفل اصغر كل ما كان التأثير اكبر ومدى اطول. تلاحظوا ام موسى مثلا ما خدتش موسى يعني في حجرها الا 3 4 سنين، انما ازاي عملت هذا التأثير المستمر الطويل؟ حاجة عجيبة. بس واضح انها كم سنة اللي قعدهم موسى في حجرها ده، ما كانتش بتبطل تقول اسم اله يعقوب، اله ابراهيم اسحاق ويعقوب، تفضل تقول تنادي على ربنا، كان بتصلي على طول غالبا. فانطبع اسم ربنا جواه وانطبعت التقوى جواه، وبقى جاله اليوم اللي يشوف ربنا بعينيه. احط قدامكم تاني التعبيرات اللي قالها بولس الرسول، قالت ذهب، فضة، حجارة كريمة، خشب، عشب، قش. والمفروض الواحد زي اللي بياخد نمرة كده بيدي لنفسه نمرة في تربية ولاده، تاخد كام من دول؟ اذا اعتبرنا مثلا وحطت الذهب هنا اغلى من الحجارة الكريمة، انما يعني هنعتبر الذهب ده 10 من 10، طب الفضة 8، الحجارة الكريمة 7، الخشب يبقى 5، دخلنا في العشب والقش ده احنا كده ايه 3 و2. ايه نوع التربية اللي انت ربيت بيها اولادك؟
قاعدة تاني يقولها معلمنا بولس في غلاطي 6: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرع الإنسان إياه يحصد أيضا. دي قاعدة تمشي معانا في الموضوع ده. اللي انت بتزرعه النهاردة هتحصده. مش ممكن تكون بتزرع نوع ويطلع لك شجرة من نوع تاني. فاللي انت بتعمله بتلاقيه، بالذات في التربية، ان كان ده ممكن نقول في الاشغال مش دايما، يعني ممكن واحد يقول انا تعبت في شغلي بس ما قدرونيش، يجوز. في المذاكرة احيانا واحد يذاكر وبعدين ايه تقديره ما يكونش على قد تعبه قوي. الحياة في التربية لا، تعبك في التربية هتلاقي له مقابل لازم، وعلى قد تعبك وعلى قد زرعك. كورنثوس الثانية يقولها بطريقة تانية معلمنا بولس، يقول من يزرع بالشح بالشح أيضا يحصد. الشح يعني إيه؟ بيقطر كده. برضه أنا واخد كل الكلام مش عن الخدمة دلوقتي ولا العطاء، باخد على التربية. ومن يزرع بالبركات بالبركات أيضا يحصد. أم مثلا اهتمت إنها تقعد مع أولادها من صغرهم كل يوم نص ساعة تحكي لهم حكايات من الإنجيل وتحفر في قلبهم الفضيلة، الصدق، الأمانة، حب الناس، حب العطاء، حب الصلاة، وهم أطفال من سنتين وأقل، واهتمت جدا، ودي أهم عندها من الأكل والشرب واللبس والحاجات دي، هتقعد طبعا. ما يزرعه الإنسان بالبركات يحصد، إذا كان بيزرع بالبركات. وفي واحدة بالعافية تقول لهم صلوا قبل ما تناموا. أوكي ماشي، هيقولوا أبانا الذي، عشان ضميرهم يرتاح. كويس، بس مش كويس كفاية، مش كفاية، لأن التحديات اللي هيشوفوها، لا عاوز أكتر من كده. هنحط شوية مبادئ تورينا يعني إيه واحد زرع في ولاده بالبركات، أو واحد بنى بتعبير بولس الرسول ذهب، ربى ولاده تربية ذهب. أول مبدأ التركيز في التربية. غلطة البيوت كلها دلوقتي في اعتقادي إن إحنا مش مركزين في تربية عيال. مش مركزين يعني إيه؟ حاجات كتيرة مشتتانة واخد عقلنا قبل حكاية أركز ولادي بيعملوا إيه وهيطلعوا شكلهم إيه. مثلا التشتيت في المشاكل الزوجية، الشد والجذب بين الأب والأم كتير، ده بيجي على حساب تركيزهم في تربية ولادهم. تصوروا أب وأم ما بيفوتش يوم غير يشدوا مع بعض. طب ما الأم دي منهكة في إنها ترد على الراجل وإنها تركز، هتقول له إيه؟ وهو كمان داخل غضبان يزعق. العيال تغلط ما تغلطش بقى أصبحت حاجة ثانوية، صلوا ولا ما صلوش ما بقاش بقى أولوية، ما احنا مش فاضيين ورانا خناقة. فهنا التشتيت في المشاكل الزوجية وما أكثرها للأسف بيجي على حساب التربية. وعشان كده البيوت اللي فيها صراعات مستمرة غالبا الأولاد طالعين يعني مش هقدر أقول ذهب، يعني في حاجة ناقصة، في حاجة ناقصة، لأنه يا إما نفسيتهم مضطربة شوية يا إما مركزوش في تربيتهم الروحية. احذر كمان من التشتيت في الأطماع المادية. ممكن ما يكونش الخناقات بين الزوجين هي اللي جاية على حساب التركيز في التربية، ده ممكن يكون إن الأب مثلا الفلوس فارقة معاه جدا، أو الأم. النهاردة في أمهات بترجع 8 بالليل من أشغالها زيها زي الراجل بالظبط، مش مهم عندها طفل سنتين ولا سنة، تسيبه في الحضانة شوية وعند مامتها شوية، والشغل شغل شغل، وفي فلوس وفي خير بس الشغل واخد عقلها. وبعدين نقول لها بالراحة شوية، ما مش قادرة تفرمل، ليه طموحات ومركز وصراعات في الشغل، ويعني كل الطاقة راحت في الشغل، وتيجي البيت طبعا تزعق في الطفل ده، هي فايقة له بقى، هيقعد يعيط ويلعب ويكسر حاجة في البيت. طبعا التشتيت في التركيز المادي ده بيجي على حساب التربية. مفروض التربية هي رسالة الأم الأولى، فمهما كان ليها طموحات من حقها تطمح، مش تطمع، تطمح ويبقى ليها نجاح في المجتمع، بس مش على حساب ولادها أبدا. طبعا ممكن الأب كمان يكون كده، يسافر كتير قوي ويعمل فلوس وفي البيت يقعد يعمل تليفونات وما بيركزش مع ولاده أبدا. ليه؟ الحكاية كلها فلوس أو شغل. وبعدين لما تكلمه يقول لك ما احنا لازم نجهز لهم مش عارف ايه وبتاع. انت ما زرعتش ذهب، انت ما بنيتش ذهب.
وما زرعتش بالبركات، زرعت بالشح. كانوا بيشوفوك بالشح، كنت بتديهم ايه؟ بالدقيقة. وانت كأم كان ممكن بتزرعي بالشح، يعني كانوا بياخدوا منك ايه؟ فين لما تضحكي في وش الطفل، عاوزاهم يطلعوا ايه شكلهم. كمان احذر من التشتيت في التطرفات الدراسية. عندنا مأساة مصرية كده، انه ممكن الأمهات يركزوا جدا في حكاية المذاكرة، وأحيانا الأبهات، بس تلاقي كل الأمهات يعني صوتهم عالي ويتخانقوا ويزعقوا عشان موضوع المذاكرة. طب وبعدين هي يعني الطفل ده حصالة هنحط فيها معلومات؟ ليه يعني كل الخناق على المذاكرة؟ طب ليه ما بنهتمش ان احنا نعمل ربع المجهود ده بس في انه يحفظ المزامير ولا يحفظ الانجيل؟ لكن تلاحظوا انه في تطرف في الاهتمام بالتفوق الدراسي. التفوق حاجة حلوة، لكن الاهتمام الزائد بيجي على حساب حاجات تانية. افرض الطفل ده طلع متفوق في الدراسة بس ما يعرفش ربنا، ما عندوش مبادئ قوية، طب ده مش هيمنعه انه ينحرف في وقت. ممكن تيجي فجأة تلاقيه ساب كل حاجة، وكل اللي زرعته ده اتحرق لأنه كان خشب وقش. كان شكله حلو من بره بس خشب مش ذهب. ليه؟ لأنه ما كانش فيه تربية روحية، كان فيه تربية علمية. في ناس عاوزين أولادهم أوائل على طول، طب ما تخليه أول في المدرسة، في الكنيسة، ما تخليه أول في الألحان وأول في المزامير وأول. ليه ما تحطش في قلبه طموح القداسة وطموح الحاجات التانية؟ احذر كمان من التشتيت في مجالات ثانوية. برضو موضة جديدة بنشوفها، انه بعض الامهات والابهات بيبقوا عاوزين اولادهم يتميزوا في كل شيء، العاب رياضية ومش عارف رسم ايه، وبعدين نشاط ايه في المدرسة، وبعدين ايه كويس، كل ده كويس، بس فين ربنا في القصة دي؟ تلاقوه على الهامش خالص، وتلاقيه عنده تدريب في النادي فما عندوش وقت المدرسة الاحد، عنده ماتش مش عارف ايه فما عندوش وقت يقعد مع الانجيل. وبعد سنين تلاقي خشب قش، ايه اللي انت بنيته؟ يجي اليوم يحترق هذا العمل، يقول انا احترق عمل احد فسيخسر، مع ان شكل التربية شكلها حلو، بس شكلها حلو بس خشب، ما كانش تربية ذهب، ما كانش فيه اساس روحي كفاية. عشان نقول تركيز في التربية، عشان تشوف، احنا بنقول بكرة تشوف، عاوز تشوف ولادك أحلى ما يمكن زي ما ربنا يتمناهم، ركز. واحد في الوقت، الوقت اللي بنقضيه مع أولادنا بيفرق جدا في مستقبله. الدقايق اللي بتحكي فيها مع أولادك وانت هادي بتأثر على تكوينهم النفسي والروحي جدا. وطبعا الوقت ده quality time، يعني نوعية الوقت. ما ممكن واحد يبقى قاعد في بيته وزي قلته، أو قاعد مع أولاده بس بيزعق طول الوقت، أو قاعد مع أولاده فتح التلفزيون. لا، نوعية الوقت معناه، أو الوقت النوعي معناه، أنك أنت الوقت اللي بتقضيه مع أولادك وقت مثمر، بتقول لهم فايدة روحية، بتقول لهم معنى عميق، بتقول لهم خبرة شخصية، بتقول لهم، بتسمعهم وهم بيحكوا، بتعمل كده تنقية للأفكار الغريبة اللي بيسمعوها من هنا ومن هنا، بيطلعوا اللي جواهم، بتأمن نفسيتهم، حاجات كتيرة قوي يعملها الوقت، مجرد الوقت. والوقت ده من ساعة ما كان الطفل طفل صغير، لكن هيفضل محتاج وقت. والشاب الكبير، ابنك الشاب ده أو بنتك أو بنتك اللي بقت في ثانوي أو جامعة، ما زالت محتاجة وقت، ما زال محتاج حكاوي. التركيز كمان يدخل فيه عنصر التحليل او العمق. يعني اقصد ايه؟ حاول تحلل تصرف ابنك. هو ليه عصبي؟ هو ليه مش بيسمع الكلام؟ هي ليه بتحط ميك اب جامد كده؟ يعني هي ليه قلقانة دايما من صاحبتها دي؟ حاولي وحاول تحلل تصرفات اولادك. ده التركيز، ده التربية الذهب، ان الواحد اي ظاهرة بتحصل في اولاده يقعد كده بعمق يستقرئها. هي ليه بيحصل كده؟ ايه اللي حصل جديد؟ يقوم يلحق بسرعة ينقذ ما يمكن انقاذه. كمان التركيز في الحوار، واحنا للأسف مش بنعرف نتحاور مع اولادنا كويس. اغلبنا بيتكلم يا اما اوامر يا اما تحقيق، والاتنين اسوأ من بعض. لغة الاوامر مرفوضة عند الشباب والاولاد، محبوهاش.
والتحقيق يعني ان انا اقرره عملت ايه بطريقة يعني كأنه غلطان على طول الخط، برضو ما يحبوهاش. هم يحبوا حكاوي، يحبوا يصاحبونا، اولادنا يتمنوا نبقى اصحابهم، والصحوبة بتيجي عن طريق الحوار المستمر. لو الواحد ركز في انه يصادق اولاده، دي تربية ذهب. دي بقى لو جه اليوم اللي فيه النار اللي قال عليه بولس الرسول، العمل ده ما يتحرقش. يعني التربية دي أصيلة، حصل لهمش حاجة، وتفاجأ إن ابنك ممكن يتصرف أحسن منك في يوم من الأيام، أو يخرج منه مبادئ جميلة أوي تقول له أنا عمري ما قلت له المبدأ ده، جابه منين؟ ده اتزرع فيه بتلقائية كده، من القدوة، من الوقت، من الحوار. والحوار كمان مهم جدا يكون بينك وبين ابنك، وبينك وبين مراتك قدام ابنك، لأنه مش بس الحوار المباشر بين الأب والأم والأولاد، لا، بين الأب والأم قدام الأولاد. مستوى الحوار ده بينعكس عليهم، لأن في الحوار بيفهموا يعني في احترام متبادل، في تفاهم، في استماع، في تركيز في الكلام، في ترتيب للأفكار، في ضحك، وفي فرفشة، في حب، في حنان. كل ده بيتنقل للطفل، يطلع عنده إقبال كده على الحياة، يحب ربنا، يحب الناس، يحب كل حاجة حلوة. التركيز كمان في دراسة كل موضوع، يعني إيه كل مرحلة، كام أب وكام أم في مرحلة معينة يحاولوا يفهموا المرحلة دي بيحصل فيها إيه، يدرسوا. كام أب وكام أم بيستفسروا عن إيه اللي بيحصل في مدارس أولادهم بدقة، ومش بطريقة التحقيق، بيبقى عاوز يطمن بيحصل له إيه في الفسحة، بيحصل إيه بينه وبين أصحابه، بيتكلموا في إيه. الكلام ده كله في فرق بين أب وأم مركزين تربية ذهب، وبين أب وأم مش مركزين، وتلاقي ممكن الطفل يبتدي بقى يدخل حاجات غلط ومحدش داريان. لما نقول عاوزين تربية ذهب عشان بكرة تشوف أولادك أحسن ما يمكن، في مبدأ تاني بيسموه ساعات نزع الشوائب، وده له مفهوم كتابي جميل في تيموساوس الثانية 2، يقول إن طهر أحد نفسه من هذه كان يقصد الشوائب، يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد. يعني إيه؟ كان بيتكلم عن أواني للكرامة وأواني للهوان. يقول في بيت كبير مش كل الأواني غالية، لما تدخل بيت كبير قصر تلاقي فيه فازات غالية قوي، في كمان قلل كده في حتت يعني ملهاش تمن. فأنت ممكن تطلع من ولادك حاجة غالية قوي، تقدر تحوله من حاجة قليلة القيمة إلى حاجة كثيرة القيمة، بتعبير انطهر أحد نفسه. تبتدي تعمل دي مع نفسك، طبعا تعملها مع ولادك. أنت إنسان طيب بس لسه جواك غضب، طب ما تشيله تبقى أجمل كتير. أنت إنسان خدوم بس فيك عيب الإدانة، بتتكلم كتير عن الناس، ما تشيل العيب ده. أنت إنسانة كريمة لكن بتسيء الظن بالناس، طب ما نشيل حتة سوء الظن عشان تفضلي كريمة بس. أنت إنسان بتحب ربنا لكن مش بتصلي، مهمل في صلاتك، طب الإهمال ده ما يتشال، تعال نطهر نفسنا فنبقى أواني للكرامة. نفس الكلام مع أولادنا. ابنك أكيد مليان صفات حلوة، بس في صفة مش عاجباك، ليه ما تشيلهاش؟ ليه ما تقومش الصفة الوحشة بدري عشان يبقى نار، يعني يبقى ذهب مصفى بالنار، يقعد كده يبقى غالي. تعبير تاني يقوله في أمثال 25، سليمان الحكيم يقول أزل الذغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ. طلع الشوائب من الفضة تطلع حاجة كده إيه عليها القيمة. إذا في شوية شوائب أو زغل أو قصدير أو حاجات كده عاوزين نطلعها من حياة ولادنا. ما تقولش أنا ابني كويس وتغمض عينك عن حتة وحشة، طب ما تشيل حتة وحشة، ما تفضل وراه لغاية ما تساعده يخلص منها. اعمل ده في نفسك بالتوبة المستمرة، واعمل ده مع أولادك بدري على قد ما تقدر. كل ما كان بدري كل ما كان أسهل، إنما ما تستسلمش، لأنه إحنا بنقول تربية الذهب هي اللي هتحتمل اليوم الصعب بتاع النار. يجي واحد يقول طب أرصد الشوائب إزاي؟ إزاي أعرف عيوب أولادي بعد ما أشوفهم على كبر فيهم عيب؟ ك
كان ممكن تعالجه بدري. أول حاجة الأفكار الغريبة، حاول بسرعة تلقط أي فكرة غريبة تدخل على أولادك. النهاردة في الزمن ده الأولاد من سن ابتدائي بيدخلوا على الإنترنت وعلى الفيسبوك وعلى حاجات ما تعودناش عليها، وممكن تفاجأ أن طفل في ثالثة ابتدائي لقط فكرة غريبة مقتنع بيها ويمكن بيتكلم فيها مع أصحابه، وأنت مش مصدق الفكرة دي، وأفكار غريبة جدا. يعني ممكن يتغرس فيه فكرة أنه الشاطر اللي يسرق من غير ما يتقفش، حاجة يعني تتصورش أبدا أنها تطلع في ولادك، بس ممكن من التلفزيون والأفلام والنت والكلام ده تتزرع الفكرة دي. هل أنت كأب وأم رصدت بسرعة إن في أفكار غريبة داخلة ولا لأ؟ زي الموضة، ما كل شوية بتطلع لنا موضة في اللبس وفي الزينة وفي اللون وفي الموضة دي كلها أفكار غريبة بتدخل على أولادنا. طب أنت مراقب عشان ترصد الشوائب بسرعة، ولا فين لما تتزرع بقى الحاجة الغلط وتبتدي تحاول تشيلها ما تعرفش؟ في رصد الشوائب كمان ارصد الكلام الغريب مش بس الأفكار الغريبة. ممكن تلاقي ابنك قال لفظ كده انتم ما بتقولهوش في البيت، ما تفوتهاش وما تضحكش، قول له يا ابني الكلمة دي مش بنقولها، الكلمة دي مش حلوة، لا تليق. فمجرد تعبير او لفظ او نكتة حاسب، اسمع واضحك في حاجات كتير، لكن في حاجات ايه ما تعديهاش، تعلق وتعمل كده نوع من الفلترة فلتريشن، لا دي بلاش، دي مش حلو، دي مش مناسبة لأولاد ربنا. طبعا ده مش ممكن يحصل لو انت ما بتقعدش معاهم وتحكي وتسمعهم وتقضي وقت، مش هيحصل. او لو كل الوقت ذاكر ذاكر وزعيق وخد وشد وجذب، خلاص في عالم تاني انت مش عارفه خالص. فرصد الشوائب كمان ارصد الطباع الجديدة، ممكن يتكون طبع جديد في الطفل او في الشاب، يتكون ما الطباع بتتكون عادة جديدة، لو ما رصدتهاش بدري تتعب قوي تشيلها بعد سنين. الطباع زي مثلا طبع انه ينقاد ورا اصحابه، ده بيبان في المراحل الاولى من التعليم. طب انت تسكت ليه لما تلاقيه ماشي ورا كل واحد كده زي ما يمشيه؟ ما تبتدي تقعد تقف كده واقفة وتقول له استنى، هو كل حاجة يقولها صاحبك تعمل زيها ليه؟ في حاجات بيقولها مش صح، لأنه بينبهر زيادة وعنده نوع من صغر النفس، تلاقيه ينقاد، لا حاسب ده لو فضل منقاد على طول ده يضيع بكرة، ده يقع في الإدمان بكرة. إذا أنت بترصد الطباع الجديدة اللي داخل على أولادك. ترصد التنازلات، أحيانا يحصل تنازلات، بمعنى إيه؟ أنت معود ولادك على حاجة كويسة ابتدوا يتنازلوا، كانوا مثلا متعودين كل أسبوع لازم قداس، أول ما تلاقي الحتة دي بتقع لا ما تسكتش، تقف وتاخد موقف بالراحة بالتفاهم بالحوار، لكن ما تسيبش التنازل ده، لأنك لو سبته شويتين خلاص مش هيروحوا القداس تاني. كنتوا متعودين تقروا الإنجيل كل يوم، جه أسبوع كده كان في لخبطة، كان حد تعبان مش عارف إيه، حاسب يكون بداية تنازلات ويروح منكم الحتة الحلوة دي قراية الإنجيل كل يوم. فإذا الرصد يعني أنت عينيك في راسك والتربية شغلاك ومش عاوز حاجة غريبة حاجة غلط تدخل، وأول ما تدخل عاوز تحرقها بسرعة عشان تفضل الحكاية دهب. نزع الشوائب على فكرة محتاج نوع من الإرادة. ساعات احنا زي ما قلنا في الأول مع المشغولية والإرهاق ما نركزش زيادة، خلاص بكرة يتصلح لوحده، الخامة طيبة هو هيمشي كويس. طب مامته تركز، ونقعد نرمي على بعض بقى، الأب يقول ماما مامته تركز، والأم تقول هو هيبص على أبوه يتعلم منه، وهو لا بيبص على أبوه ولا الأم بتقول حاجة، وتلاقوا الحكاية بتتدهور. برضو نزع الشوائب يحتاج إلى حوار، ناقشه في الحاجة الغلط، ناقشه. أنت دلوقتي لما غشيت في الامتحان، طب ما هو ده معناه إنك هيجي اليوم اللي حد هيغشك، عارف يغشك يعني إيه؟ هياخد منك حاجة من وراك. هتقبل حد يغشك ياخد حاجة من وراك؟ ودي حاجة صعبة أوي. بعدين ربنا ما يحبش الغش، الغش ده ظلمة، الظلمة دي يعني شيطان، عاوز تمشي مع الشيطان ولا مع ربنا؟ لما تتكلم وتتحاور، وكل مرحلة في العمر ليها كلامها، لكن ده بيقنع اللي قصادك الطفل أو الشاب
لا مش هغلط الغلطة دي تاني، تقوم كده نزعت الحاجة الغريبة بسرعة. القدوة طبعا لما تلاقي عيب أو فكرة أو كلمة داخلة غلط، اوعى تكون دي فيك. ما هو لو انت اللي اللفظة بتطلع منك، لا يمكن هتمنع أولادك يقولوا كلمة انت بتقولها. لو الطبع ده، لو هو كسول وحضرتك كسول، لا لازم تتعلم انت الأول النشاط. لو انت عصبي بتقول له وطي صوتك، وطي صوتك ازاي اذا كنت انت بتقول وطي صوتك وصوتك عالي؟ ما تنفعش، لازم انت تبقى هادي عشان لما تلومه او تقول له وليه الصوت العالي ده، يبقى كلامك مقنع، ما يقدرش يعني يجادل معاك. فالقدوة هنا اساسية. في نزع الشوائب كمان في اتفاقات لازم توصل مع اولادك من سن اطفال الصغير الى نوع من الاتفاق. حتة الاتفاق بين الكبير والصغير بتدي ثقة بالنفس للصغير. أنا اتفقت مع ماما على كذا، فما أقدرش أعمل كده لأني وعدت بابا بكذا، ولو ما حصلش كده في العقاب ده، ولو حصل الحاجة الحلوة في الثواب ده، المكافأة دي. حتة الاتفاقات بتدي نوع من الشخصية عند الطفل وعند الشاب، وتدي له إحساس بأنه هو مسؤول عن نفسه. دي حاجات مهمة جدا، لأن بدون اتفاقات يفضل معتبر ان المسؤولية مسؤولية حد تاني، فيغلط وبابا يصلح، يغلط وماما تشيل. في نزع الشوائب كمان لازم يحصل نوع من المتابعة. لو لقيت في بداية خلل في حتة، لازم الواحد يتابع، مش مرة اتكلم وخلاص. لا، انت مرة اتكلمت بس، ما لازم تركز وتتابع، لأنه ممكن ما يتعلمش من مرة، مش كفاية مرة، وممكن يمشي يومين ويقع في التالت. فتابع عملية رصد ونزع الشوائب الدخيلة دي. اوعى كمان تخاف تواجه. للأسف في آباء يلاقوا الشباب بيبتدوا يلخبطوا، وبعدين يحس انه عشان يمسك ابنه الشاب 16 سنة يقعد يشد معاه ويتكلم معاه، يعني صداع، فيغمض عينه وخلاص، يقول هيتصلح لوحده. لا، مفيش حد بيتصلح لوحده، انت اب وام مسؤولين، ليه تتصلح لوحده؟ ما تواجه، تعال هنا في مشكلة. وبرضه في شكوى مزمنة ان الام تتكلم في غلطة واضحة والاب سلبي، يقوم الشاب من دول يستغل سلبية الاب ويرد على الام او يتجاهل كلامه، فبتبقى الام حاسة انها موقفها ضعيف، وتقول لجوزها ما تسندني في الكلام، مش انت مقتنع زيي انه ده غلط؟ ما تتكلم، هيعمل لك انت اعتبار اكبر. فلما يلاقي الاب ساكت سلبي، هو كمان بيكبر دماغه، بيحس ان الموضوع مش مشكلة. وطبعا في تطرف عكس كده، ان الاب والام يكونوا بيتكلموا في كل صغيرة وكبيرة يخنقوا اولادهم. لا، ده مش معناه ان احنا هنقف لاولادنا في كل غلطة صغيرة. قاعدة جميلة قالها معلمنا بولس في رسالته لتيموساوس، قال على الأمهات: ستخلص الأم بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. يبدو أن كان في الفكر اليهودي مجرد أن الست جابت طفل دي علامة رضا ربنا عليه، وكأنها ستخلص لأنها ولدت ولدا. فمعلمنا بولس قال لا، المفهوم ده ناقص، لأن ممكن ما تجيبش عيال وتخلص، وممكن ما تتجوزش خالص وتخلص. أما اللي جابت عيال تخلص إن يبقى إيه؟ في شرط هنا، إن ثبتنا أولادها، يعني في 4 حاجات دول اللي هنختم بيهم موضوعنا: إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. كام أم ال4 كلمات دول شغلينها؟ ما أظنش. تلاقي الأم مشغولة قوي بالتفوق وبالرياضة وبالكمبيوتر وباللغة وبالسفر وباللبس، وبعدين نقول لها إيه موقف الإيمان من ولادك؟ ما تفهمش السؤال أساسا، يعني إيه الإيمان؟ ما كويسين هم، حافظين بالحقيقة نوعهم. لا، مش هو ده السؤال. هل إيمان ولادك بيزيد ولا جاب بالها السؤال أساسا، ولا متابع الموضوع خالص؟ طب ما دي مهم، الإيمان، المحبة، القداسة، التعقل. يعني في حاجة اسمها تربية الإيمان، زي ما بنربي العلم، يعني بنخليهم مستواهم العلمي يزيد، في تربية الإيمان. بمعنى
وجود الله، كلنا طالعين عندنا إيمان بوجود الله، الجيل اللي جاي إيمانه بوجود ربنا أقل بسبب الميديا ووسائل الإعلام والإلحاد المحيط بيهم في العالم والأفلام الغريبة اللي بيتفرجوا عليها والخبط والرزع فاوعى تتصور ان التلقائية اللي طلعت بيها وانت صغير ربنا دايما في دماغك لأنك طالع مزروع فيك إيمان، هيكون بنفس الدرجة في ولادك؟ لا للأسف لا. يبقى أنت لازم تهتم بالموضوع ده أكتر من اهتمام والديك زمان بكده، لأنه الزمن ده أصعب. طب هل اهتميت أنك تفكره دايما أن ربنا موجود؟ هل ربنا في كلامك كأب وأم؟ هل بتقول له طب نشوف ربنا قال إيه؟ طب نخليها على ربنا؟ بتقول كلمة ربنا كتير، فيبقى ربنا موجود بجد في حياتك ولا ربنا ده موضوع نظري؟ كأب وأم إذا كان ربنا شخص حي في البيت الطفل ده يطلع إيمانه قوي، إنما كأب وأم ربنا ده فكرة أو نظرية أو حاجة كده مثالية خيالية، خلاص يطلع في يوم من الأيام ممكن يسيب ربنا خالص. تربية الإيمان معناه نرجع لربنا، نرجع لربنا في آخر اليوم نتكلم معاه، نرجع لربنا لما نغلط، نرجع لربنا لما نحتار، نرجع لربنا لما يبقى في أزمة بنجري على ربنا. فلما يشوف والديه في أزمة بيصلوا، لما يشوف في مشكلة الحل الأول والأساسي هو الصلاة. أيوة خلاص، الرجوع لربنا ده حاجة اتحفرت جواه، اسمها تربية الإيمان. وأقولها له لما تتزنق، حبيبي أنا مش جنبك على طول، قول يا رب. أول ما هتصلي هتلاقي ربنا جنبك. يعني أذكر وإحنا أطفال كنا مش عارف في رحلة، وبعدين وكنا أطفال صغيرين أوي، وبعدين الأتوبيس عطل بتاع الرحلة بتاع الكنيسة، فالأستاذ ساعتها قال يا ولاد تعالوا نقول كرياليسون 41 مرة. مجرد قلنا كرياليسون 41 مرة الموتور اشتغل. فطبعا كلنا كأطفال فارتبط في ذهننا انه يا خلاص بدل صلينا يبقى كل حاجة تتصلح. كطفل اتزرعت دي احسن من 100 درس. بس هو كانت حكمة هذا الخادم انه بدل ما يقعد يجري ويدور فين اللي هيصلح وفين اللي هيعمل، اول حاجة قال ما تيجي نصلي يا اولاد. لما عمل كده طبعا ربنا اشتغل معاه عشان يأكد المفهوم، واتزرع في نفوسنا كأطفال مخك يروح في ربنا قبل ما يروح في أي حاجة تاني. تربية الإيمان توصل الطفل إنه يكتفي بربنا. بمعنى إيه؟ ما أولادك هيطلعوا في زمن كل الناس بتبص على بعض وبتغير من بعض. طيب أنا عاوز ابني ما يبقاش بيبص حواليه كتير، عاوز ابني يطلع يعني عنده ثقة بنفسه إنه ابن ربنا، مش فارق معاه إن اللي قاعد جنبه أغنى منه، ولا فلان راكب عربية شكلها ايه، ولا فلان حتى جاب نمرة اعلى منه، مش مهم. هو عنده ثقة بنفسه انه كفاية معايا ربنا، انا ابن ربنا. الثقة دي برضو تتزرع، كل ده تربية، كل ده يتشرب من الاب والام بالحوار بالقدوة بالتفاهم بالوقت بالصلاة. تربية المحبة، الآية بتقول ان ثبتنا في الايمان والمحبة والقداسة مع التعقل. طيب هل احنا بنربي اولادنا على المحبة؟ المحبة تتربى. بمعنى ايه؟ موقف الطفل ابني من الناس ده موقف يبزق يعني بشجعه عليه يبعطله عنه. تصوروا الام دايما تحذر اولادها من الناس بشكل مبالغ فيه، ايه موقف الطفل بعد كده؟ خلاص الخوف من الناس، يبقى الناس دول اعداء، لأن ماما دايما تقول له حاسب 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 حاسب، يبقى كل الناس وحشة، هيحبهم ازاي؟ غير موقف أم تانية توعي ولادها لكن بالأكثر تعلمهم يدوا ويهتموا ويسألوا. وشايفين ده في ماما، هي نفسها بتسأل وبتود الناس وبشوشة ولسانها حلو وكريمة وسخية وبتعلمهم يعملوا كده. ده موقفين عك مختلفين تماما، تربية ذهب وتربية قش. يطلع واحد خايف من الناس مخون الناس، ده لما يسمع وصية المحبة حسها غريبة،
ربنا بيتكلم في حتة بعيدة قوي عنه. ليه؟ لأنه ما ترباش على كده، اتربى على العداء، وتربى على الخوف، وتربى على الحذر الزائد. طبعا نعود ولادنا على الحكمة، بس مش لدرجة خوف الناس. تربية المحبة يدخل فيها حتة الاحترام، بعلمه يحترم اللي أكبر منه، يحترم زمايله، يحترم والديه، يحترم كل الناس. طبعا بنقول برضو شايفها فيك كأب وأم قبل ما بيسمعها كتعليم. تربية العمل الجماعي، ازاي الطفل يتعود يشتغل مع حد. بيطلع لنا شباب النهاردة وناس كبار دلوقتي تلاتينات واربعينات وستين سنة عرفش يشتغل مع حد أبدا. ده دي تكون اتزرعت وهو 5 سنين وهو طفل، يا يعرف يباصي الكورة، يعني يدي الكورة للي جنبه ويسقف لصاحبه لما يجيب جون، يا إما ما كانش هو يجيب الجون مش لاعب. لا، ما مشكلة، دي لازم من بدري يتبادل الهدية. وبعدين في أبهات وأمهات برضو ايه بتعبيرهم، يعني يقول لك يشتري دماغهم، يجيب ده اللعبة وده لعبة عشان يفصل ده عن ده عشان ما يتخانقوش. هو ده مش صح الحقيقة. لا، تجيب لعبة واحدة يلعبوا بيها مع بعض، ولازم يتعودوا يلعبوا شوية مع بعض، وتجيب اللعبة اللي فيها أدوار مشترك يعني يلعبوها مع بعض. ما في لعب فردي خالص وفي لعب جماعي. كمبيوتر مثلا في الأول كان دايما لعبة فردي، يقعد الطفل من دول قدام الكمبيوتر بال5 6 ساعات جيمز. دخلت ألعاب جديدة دلوقتي 3 4 يلعبوا نفس الجيم، هو أحسن شوي، إنما طبعا لسه في عيب إنه قاعد على الكرسي ما بيتحركش، وفي عيوب تاني. لكن فكرة العمل الجماعي، تربية العمل المشترك، دي مهمة جدا، لأن الكنيسة أساسها أعضاء في جسد واحد. ده يتربى في الطفل من صغر. تربية إنكار النفس، إزاي الطفل ينسى نفسه وهو بيخدم اللي حواليه شوية، طبعا مع حكمة ووعي، لكن أخليه مش كل حاجة عاوزها ياخدها، ومش كل طلب يطلبه يلاقيه، لا. وبعدين يفكر دايما بطريقة، طب بابا عاوز ايه، طب اخوي عاوز ايه، طب صاحبي يحب ايه، طب ماما يريحها ايه. يفكر في حد تاني بره الاول، ده اسمه انكار النفس. ده نعلمه للطفل عشان لما يسمع بعد كده ربنا يسوع وهو شاب بقى، يسمع انه اللي عاوز يمشي ورا المسيح ينكر نفسه، ما يحسهاش صعبة، لا، واخد عليها، مش صعب عليه ينكر نفسه لانه اتربى ينسى نفسه. الطفل اللي متربي تربية مسيحية مظبوطة، طريق القداسة سهل مش صعب، لأن كل اللي قاله المسيح شربه في بيته بالمعلقة، فمش طالع مش لاقي صعوبة في حاجة. المحبة مش صعبة، والإيمان مش صعب، والصلاة مش صعبة، لأنه هو بيطلع كده شرب الحاجات دي شرب. الصعوبة مع الكبير لأنه حاجة عكس اللي اتعود عليه للأسف. دي دخلنا على كلمة القداسة، تربية القداسة. الآية تقول إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة. احنا بنستبعد أول الكلمة دي من قاموس طموحاتنا، وتصور إنه معقول أنا أفكر ابني يبقى قديس بس يبقى فالح، هو يعني فالح في الدنيا تفرق إيه، المهم في يدخل السماء، وفالح بجد يعني قديس، لأن ربنا بيقول خليكوا قديسين، لكن النجاح في الدنيا لوحده مش كفاية. هنا قد إيه حطيت القانون الروحي وبتابعه. ابني بيقرأ الإنجيل، بيصلي بانتظام، له أب اعتراف، أول ما بقى 10 سنين مثلا بيروح مدارس الأحد، بيحفظ ألحان، ابتدى يحفظ مزامير، في متابعة، ولا الحاجات دي مهملة. في توبة مستمرة، يعني إيه، في مرحلة بقى بداية المراهقة ابتدى يعرف يعني إيه يرجع لربنا يقول له أخطيت ولا لسه. لازم الطفل أول ما يبتدي يغلط ويبقى واعي للغلط يقف يصلي ويستسمح ربنا، لأن دي بداية التوبة المستمرة اللي تخليه قديس. يبقى كاره الشر، كاره النظرة الوحشة، كاره الفكرة الوحشة، كاره أي تصرف غلط. أشجعه إنه يكره الغلط عشان يمشي في سكة القداسة. آخر حاجة نختم بيها تربية التعقل. يقول إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. التعقل يعني الحكمة أو التمييز أو الاعتدال أو التوازن. في الزمن ده في تطرف كتير قوي، تلاقوا يا طفل متدلع قوي، يا طفل عنيد قوي، عنيف قوي، شقي قوي قوي، دي كتيرة، التطرف ده كتير قوي. نادرا ما تلاقي واحد ما عندوش قوي،
يعني معتدل. بس دي الحقيقة كل ده شغل تربية، ازاي تطلع ابنك لا يمين قوي ولا شمال قوي ولا فوق قوي ولا تحت قوي، معتدل معتدل في كل حاجة. دي عاوزة تربية، عاوزة تركيز في التربية، انه للوقت، في وقت المذاكرة، في وقت للضحك، في وقت للعب، في وقت للصلاة، في التزام تجاه اهله، في التزام تجاه اصحابه، في التزام تجاه نفسه، في دور في البيت، يوضب اوضته، يعمل مش كل حاجة، وهكذا. كل ده اعتدال. مع التعاقل ازاي يحط حدود، ازاي يتعلم يقول لصاحبه لا لما صاحبه يعرض عليه غلط. دي حتة خطيرة، دي ده التعقل. اعقل يعني لما يلاقي مشاعره مثلا وهو 5 ابتدائي، من 5 ابتدائي الحاجات دي ابتدت تروح لواحدة صاحبته زميلته في الكنيسة ولا في المدرسة، اعقل يا ولد، اعقل يعني كلام فاضي، ده كلام صغير، مفيش حاجة اسمها كده، ده مش حب، ده بتاع التلفزيون الكلام ده، انما القلب ده بتاع ربنا بلاش منه. فانت بتقول له اعقل، هو ده التعقل، بتعقله، بتقول له لا لا تمشيش ورا المشاعر دي. طبعا ده بيجي بالحوار، لانه مع المفاهيم اللي بيسمعها في الكنيسة وفي البيت وكمان في المدرسة، كل ده بيكون شخصيته. من الحاجات اللي احنا مقصرين فيها واتمنى كلنا نشجعها، نساعد ونشجع ولادنا يحبوا القراية. القراية ليها دور مهم في تكوين شخصية ولادنا، القراية أساسية قوي. مهما كان الكمبيوتر له دور أكبر، الحقيقة الكتاب لا غنى عنه. طيب أجيب له الكتاب المناسب، أشجعه يقرأ، وبعد كده لما يحب القراية ده ممكن يفرق معاه طول العمر. ربنا يدينا نعمة أن احنا نبني بطريقة الذهب، لأن التعبير اللي قاله بولس يخوف، فلينظر كل واحد كيف يبني. في واحد بيبني ذهب، واحد بيبني خشب، واحد بيبني قش، وستمتحن النار عمل كل واحد، إن بقى عمل أحد فسيكسب، ولكن إن احترق عمل أحد فسيخسر. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. سؤال بيقول: بنتي 14 سنة تعاني من اكتئاب بسبب المذاكرة. الحقيقة كل الناس عندها اكتئاب من المذاكرة، رغم من ذكائها وقدرتها السريعة على الحفظ وقوة ذاكرتها، أنها لا تحقق الدرجة النهائية التي ترجوها، فتجلس تبكي وتحزن كثيرا ساعات عديدة، ولا تنام سوى 5 أو 6 ساعات، مرهقة دائما، ويؤثر ذلك على تركيزها، ودايما حالتها النفسية وحشة وعصبية، ومش بتخرج ولا تتفسح، ومتفرجش على التلفزيون. وعندها الحالة دي من 3 سنوات. أنا طبعا الحالة دي يفضل يعني استشارة حد من الأخصائيين النفسيين، إنما شايف إن عندها حاجة بنسميها ساعات الشخصية الباحثة عن الكمال، أو المحسوكة المدققة اللي ما بتقبلش غير 10 من 10. وغالبا الأهل ساعدوا في تكوين الشخصية دي، يعني ممكن من الصغر يكونوا بيطلبوا الكمال بزيادة، فربوها على القلق منها، لو جابت 9 من 10 تبقى وحش. فمش بعيد يكونوا الكبار هم اللي زرعوا القلق ده. طبعا ده قلق شديد ينتج عنه بقى عصبية وقلة نوم، ومن رعبها انها تأثر مش عاوزة تخرج ولا تتفرج ولا تعمل، وعلى طول كئيبة، وفي الآخر بتقول، قالت مرة انها عاوزة تنتحر. ده تحصيل حاصل نتيجة للقلق الزيادة. طبعا الشخصية اللي زي كده، اولا بطمنكم انه في سن 14 سنة في احتمال كبير تتغير وتهدى كتير، بس عاوزة بقى وعي من الكبار. اولا عاوزة بيت هادي، عائل بيعرفوا يضحكوا ويعرفوا يتفسحوا ويعرفوا يصلوا مع بعض، يعرفوا يحكوا، ما تبقاش الحكاية كلها كده ايه ناشفة قوي، لان الجدية الزيادة قوي دي هتخليها تكمل في الخط اللي كله قلق ده. الحاجة التانية طبعا دي محتاجة حب وأمان مستمر، محتاجة تشجيع بلا حدود، لأن عندها صغر نفس مش واثقة في نفسها بالرغم أنها متفوقة. فلازم نشجعها كتير قوي ونتناقش معها بالعقل، وافرض جبنا 8 من 10 هيحصل يعني؟ هو يعني مفيش غير المذاكرة في الدنيا دي؟ ليه ما يبقاش في حاجات تانية كمان؟ وابتدي احط لها مجالات اخرى تنبخ فيها او
تتفوق فيه، فتبقاش راس مالها كله حتة المذاكرة. أشجعها على شكلها، أشجعها على حفظها مزمور، أشجعها على الصلاة، ممكن أشجعها في حاجات كتير. السن ده محتاج كمان أب اعتراف. 14 سنة لو ما كانش فيه أب اعتراف فرصة، لأن ساعات أب الاعتراف يعمل التوازن اللي البيت ما عرفش يعمله. ترتاح مع أبوها الروحي وتبقى إيه مطمنة إن باباها أبوها بيصلي لها وبيشجعها، فده يمكن يعدل شوية في نفسيتها. يعني هي قضية فكرة اللي بيسموه التشالنج، اللي هي التحديات الزيادة قوي دي لازم تخف. ما حطهاش طول الوقت في عملية تحدي، لا أقول لها الحكاية ما تستاهلش، هاتي أي حاجة مش هتفرق معانا، كله حلو. سؤال تاني بيقول: ابني في الجامعة، تانية جامعة، وعرفت انه بيشرب سجاير، وقلت لأب اعترافه وقال لي ما تخافيش وما قلتش لبابا، أرجوك ماذا أفعل؟ هو الأهم يجوز أبونا قال ما تخافيش، بمعنى إيه؟ ما تركزيش دلوقتي على السجارة قد ما تركزي على خليه يرتبط بربنا. لأنه لما أقعد أقول للشاب بطل 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 ده ما بيجيبش نتيجة، إنما لما أقول له قرب من ربنا، الوعظ على الجو الروحي، على الصلاة، على القداس، يخليه مش قادر يغلط، مش مستحل لنفسه السجارة. إنما مجرد إن أنا مستكتر السجارة عليه من غير ما يقرب من ربنا، الحقيقة مش هتعمل حاجة، الكلام ده ما يجيبش نتيجة. الإنجيل بيقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، يعني حتى لو دي شهوة لما يسلك بالروح يقدر يقف لها ويقاومها، لو لم يسلك بالروح مش هيعرف يمنع نفسه. طبعا عاوزة نوع برضو من التفاهم، يعني دي حاجة لا تليق، ده مش منظر مناسب لأولاد ربنا، انت انسان هتتناول ازاي تتناول وتعمل كده، طب ليه ما تخدمش في الكنيسة، ما يصحش كخادم يعمل كده. ابتدي يعني احط له ابعاد كتيرة يفكر فيها فيكره السيجارة ويكره اللخبطة دي. طبعا هنا الاصدقاء اكيد لهم دور، فبرضو الوقاية، لو من بدري من كذا سنة كنت مراقب اصحابه ومطمن ان الاصدقاء هم اللي يعني بيشجعوه على الصح مش على الغلط، يمكن ده كان يحميه شوي. عندي بنت في ثانوي، سنة تانية، بتذاكر كويس من اول السنة، لكن جالها فطور من كثرة الدروس، اعمل ايه؟ هل اتعامل معاها بشدة ولا ماذا؟ انا محتارة جدا. بصوا يا جماعة، نظام التعليم في مصر الحقيقة نظام اغلبه مش مريح نفسيا. ليه؟ بيبقى في نوع من القلق المستمر طول السنة، واحيانا مبالغة في المذاكرة، فيجي الشاب على اخر السنة طاقته تكون خلصت او نفسيته تكون مش مستحمل، يكون فعلا تعب، يا اما نفسيا يا اما عصبيا او ذهنيا، ويقول لك زهقت مش قادر. يا حبيبي ده احنا في اخر السنة، المفروض كنت بتذاكر قد كده تزود، مش قادر. فالمفروض ان انا اوزع طاقته باعتدال من اول السنة، ويبقى في يوم اجازة او نص يوم اجازة يلعب يخرج، ولو وصل لفتور شديد زي كده مفيش مانع ياخد يوم او اتنين اجازة، ساعات ده يعمل له نوع من تجديد الطاقة. وممكن يكون كل القصة قلق، فانا طمنه اقول له ربنا معاك انت مذاكر كويس. يعني في واحد يجي على اخر السنة يحس مش فاكر ولا حاجة، هو الحقيقة فاكر وعنده رصيد كويس، بس هو من الخوف والقلق حاسس ان اتمسح كل حاجة من دماغه. ده كل ده عاوز نوع من التشجيع المستمر، وأكد له يعني أكد له أنت كويس، أنت فاكر، نام كويس وتتفسح وفكر في حاجات تانية. طبعا لما بيكون بيصلي وقريب لربنا دي بتدي له ثقة كمان. عندي إيمان ضعيف لكن قدام ولادي قوية في الإيمان، لا يتهيأ لك ولادك هيقفشوك، لأنه الإيمان ما بيستخباش. إذا كنت تقصدي التدين يمكن، لكن الإيمان لا، الإيمان يتقفش، أصل الإيمان يبان في مواقف تانية يا جماعة. يعني القلق يكشف الإيمان، يعني اللي الأم اللي تقلق زيادة معناها الإيمان لسه شوي. فأنت بتقولي أنا قدام ولادي إيماني تمام، لا يعني مش هيبقوا فاهمينك برضو. إنما في كل الأحوال حتى لو الواحد اعترف قدام ولاده، بالذات إعدادي وثانوي، أنا مكسوف إنه إيماني مش كما يجب،
لأن كان المفروض أبقى متأكد إن كل حاجة كويسة حتى الظروف الصعبة دي. مناقشة أولادنا في أمور إيمانية يبنيهم جدا، حتى لو اعترفنا بضعفنا الروحي مفيش حاجة، وماله لما نعترف قدام ولادنا إن إحنا يا ولاد مش مفروض نتضايق ولا ننزعج، كل حاجة في إيد ربنا، كله خير، ربنا قال لنا كده. إنما حتى لو لقيتوني متضايق أنا بضعف إيمان، أنا هتحدى بالصلاة، فأنا بعترف إن أنا ضعيف الإيمان وبقول لهم يعني صلوا معايا. الحاجات دي تخلي الأولاد فاهمين الإيمان صح.